تراقب تراقب يروح في المراقبات الحضور في منتدى الاسبوعي السياسي يوم الاربعاء واللي يكون صيفي بالاستاد المقرر 7 صوالح في تقديم ندوة بعنوان أزمة سياسة وأزمة إسعاف. وبصراحة يعني العنوان وايد يعني حلو وكثير صراحة حسب ما سمعت قبل ما ندش الندوة أن ترى العنوان وايد جيد ترى الجانب يعني نحب يعني نتفاعل ويانا على أساس نطلع بنقاش ونطلع بتصورات من ذا المنصب ما نطمح أرجو يعني أن نتغير جو السابع صالح النص ساعة. أرجو وقت المناسب شباب. يعني هو بيقدر تقول لا
وقت قصير، واغلب المحللين للنفط كانوا يقولون ان الاسعار هذه المره بالتحديد بالطول مو مثل الاول يعني فتره بسيطه وتنتهي. وذلك لان اسبابها خارجه عن عوامل السوق. يعني كل مره الاسعار تنخفض بسبب عوامل السوق، المره الاسباب خارجه عن عوامل السوق. قبل ذلك طبعا النفط انخفض في عدة سنوات، مثلا في 86 انخفض، في 98 انخفض، في 2008 وصل إلى حوالي 10 دولار للبرميل. هي كلها كانت أزمات، لكن كلها أزمات كانت تتعلق بالسوق. في 86 يقال ربط الموضوع بعملية الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. احنا طبعا في 86 البحرين عانت من خفاض النفط، ولكن تغلبت على الموضوع بشكل سريع، توقفت مشروعات الى فتره معينه، تم تقليص الميزانيه، ولكن بعدين صارت الامور بشكل كبير. كانت الاسباب في الازمات كلها التي تتعلق بعوامل السوق التي سرعان ما تعالجها. فالنفط يعني شنو كانت عوامل السوق؟ النفط عادة يصاب بتخمة بسبب تجاوز سقف الإنتاج وزيادة المخزونات. أوبك عندها سقف إنتاج دائما معقول في حصص موسعة على الأعضاء. لما يصير تجاوز الأعضاء ينتجون أكثر ويزرعون أكثر، ف السوق يصاب بتخمة بسبب هذا السد تجاوز سقف الانتاج. فليحدث انه لما يبيعون اكثر طبعا يبيعون باسعار اقل، فيحدث ان الدول المستهلكه تخزن النفط اللي تشتريه بكميات اكبر من حاجتها الى فتره اقل. فلما تزيد المخزونات خاصه في الولايات المتحده معناته تبدا الاسعار تنخفض لان الكل يبيع والدول الثانيه تشتري بشكل اقل. فهي المشكلتين تحمل هي زياده الانتاج والمخزونات والانخفاض تؤدي الى انخفاض الاسعار. فدائما تلجا اوبك اللي هي اكبر مصادر في العالم. تقوم اوبك في ذي الحاله تجتمع وتقلل الانتاج، تشيل الفائض وتقلل الانتاج، ترجع الاسعار من جديد ترتفع شوي شوي. هذا دائما يحدث في الوضع. في يونيو 2014 كان في اجتماع حق اوبك في ذلك الوقت. لما اجتمعت اوبك كان الانتاج فائض، كان في فائض الانتاج، كان في تخمه بالسوق الموضوع. فكل الانظار كانت موجهه لاوبك والمجتمع حقك تعمل على تخفيض الانتاج وبتشيل فائض الانتاج. ولكن في وجه العالم ان اوبك اتخذت قرار بالمحافظه على الانتاج كما هو دون تخفيض، دون تخفيض يعني. وهذه اللي ادت الى انهيار الاسعار طبعا بسبب ان اوبك حافظت على الانتاج غير ما خففه. ذاك الوقت اوبك كان عندها فارق الانتاج، يعني كان ما دام عندهم دائما او معظم الايام عندهم مثل ما يقول اوبك انتاجه في حدود 30 مليون برميل. ذاك الوقت كان عندهم فارق فوق 30 مليون، مع ذلك هم ما خففوا وحطوا عليه. فمثل ما قلت انهار الاسعار بسبب هذا الموضوع. ذاك الوقت طبعا اوبك دافعت عن هذا القرار اللي كان عكس للناس انتظرت، وقالوا ان احنا لو خفضنا انتاجنا اللي هو دول اوبك، الدول الخارج اوبك بتروح تزيد، فمعناته احنا بنفقد جزء من حصاصنا في السوق. فلذلك احنا ما نعطيهم مجال
يقوموا ثلاث يستولون على القصص اللي احنا بنفقدها، فاحنا حافظنا على حصان السوق. طبعا بدا يقولون بالذات هو يصير تحديد لان الايران كان عندها عقوبات ما تقدر تسوي شيء. هو فكان مقصود هو يصير بالتحديد والناس عرفوا ان الوقت المكان هو موجه لروسيا في هذا الموضوع. يعني الدول اوبك مرضاها كلها تعتمد على النفط، يعني بين 80 و90% من الايرادات والدخل. روسيا 50% من الدخل العالمي فقط. حتى تعتبر قرار اوبك مثل ما قلنا هو كان الدفاع عن تجاوز الانتاج، كان الدفاع عن التقمة الموجودة في السوق، كان الدفاع عن انخفاض الاسعار، يعني خلي الفقر انخفض بس احنا ما ننزل الانتاج. هذه تنقل الموضوع طبعا اوبك اجتمع في 6 شهور. اجتمع اوبك مرة ثانية في نوفمبر 2014 ما لقى شيء في الموضوع. حافظت على نفس الشيء. اجتمعت في طرفان في يوليو 2015 ما سوت شيء. اجتمعت في نوفمبر 2015 حافظت على نفس الشيء. الاسعار قاعده تنزل تنزل اوبك قاعده تخسر، دول اوبك قاعده تخسر، دول اخبارك اوبك قاعده تخسر في هذا الموضوع، لكن اوبك محافظه على الموضوع. طبعا اوبك لما تحجر انقسمت قسمين مع هذا التطور. اوبك انقسمت قسمين، اصبح قسم يطالب تخفيض الانتاج وقسم يطالب لا، قسم يطالب تخفيض الانتاج وسبب الانقسام هم فنزويلا وايران والجزائر وروسيا. روسيا وروسيا حوالي 4 دول ودول الخليج بالتحديد زي المسيطره والعرب، العراق وايران ودول الخليج المسيطره طبعا محافظه على وهي دائما القوة وعندها الإنتاج الأكبر في هذا الموضوع. اليوم وصل الوضع إلى بعد انقسام أوبك إلى أن بعض المحللين قالوا إنه هاي معناته نهاية أوبك. يعني ما في أمل حتى في المستقبل ترجع أوبك على وضعها إذا ظل هذا الانقسام في عملية الإنتاج. بعض البعض يقول إنه أوبك اليوم في الإنعاش يعني. لأن السبب خارج عوامل السوق بالمبنى لإنتاج الأسعار، فلذلك السبب ممكن تتدرون هذا الموضوع سبب سياسي أكثر من أي شيء ثاني. الخلاف السياسي اللي صار في الدول الأوبك هو اللي أدى إلى هذا الموضوع، لذلك سوف تستمر الأسعار بالانخفاض وتستمر التدهور إلى أن تحل الإشكال السياسي. إذا حلت المشكلة السياسية لا تقدر تنقل، لذلك إذا استمرت المشكلة السياسية سنوات لا استمرت سنوات. إذا المشكلة السياسية يعني وقت ما تحل المشكلة السياسية تبدا الأسعار تعود لوضعها الطبيعي. يعني ذلك الوقت يصير في توافق على الإنتاج، ترجع أوبك إلى 30 مليون اللي بنحكي عليها، فبصير محافظة على الإنتاج وعلى القصص فتبقي المشكلة. احنا نرجع حق البحرين وأفغانيا. كل الدول طبعا تأثرت بدرجات الفوضى مثلا والله أسعار الغاز، ما حد يقول ما حد تأثر في الموضوع. احنا شنو فعلنا في ميزانية البحرين؟ البحرين الميزانية طبعا 2015 2016 مثل ما قلت نزلت وطلعت بعد سنة من انخفاض الأسعار النفط. شنو صار في هذه الميزانية؟ حصل أن ميزانية 2015-2016 اللي لازم تراجع الأوضاع، فأنت الحين انخفضت الإيرادات عندك وهذا نسبة كبيرة اللي صار، يعني حوالي تقريبا 70% من الإيرادات المحلية انخفضت بصدور الميزانية الجديدة. فمن الطبيعي أو من الشق الجديد
انك تخفض مصروفاتك على اساس تواجه هذا الوقت، انك تخفض مصروفاتك 50% 60% 70%، يعني بحيث ان تطلع ميزانيه تكون هي مستوعبه للانخفاض اللي صار في الاعتمادات النفطيه. خاصه ان احنا نعتمد اكثر من 85% دخلنا على الايرادات النفطيه، معناته يعني هزه كبيره بالنسبه لنا. ولكن اللي حدث هو التالي، الاعتمادات في ميزانيه 2013-2014 كانت 5,578,000,000 دينار، انخفضت هذه الإيرادات في ميزانية 2015-2016 إلى 4,254,000,000 دينار، حوالي 1,000,000,000 تقريبا انخفضت في طبعا هذه الإيرادات التقديرية في الموضوع، ومبنية على وين؟ على شنو؟ مبنية على 60 دولار يوميا. احنا الحين وصلنا الى حدود مثل ما قلت 25-25 دولار. ف يعني الان الانخفاض يكون اكثر كثير من الوضع. مع ذلك مع هذا الانخفاض مع اللي في هذا مثل ما قلت 2015-2016 المصروفات الاجماليه ارتفعت من 6,993,000,000 دينار في ميزانية 2013-2014 إلى 7 مليارات، ارتفعت إلى 7,272,000,000 في ميزانية 2015-2016 في الموضوع. يعني بدل ما تنزل من 70% طلعت بعد الموضوع حوالي 2,000,000,000. تخيلوا يعني انت وقت نسكت الايرادات المتوقعه تنخفض مليار و300 مليون والمصروفات تزيد حوالي 100 مليار. يعني هذه اي تخطيط اي يعني اي مواجهه لازمه غير الشركه. العجز في 2015-2016 عجز الميزانيه اصبح لاول مره في ميزانيه حكومه البحرين 3 مليارات دينار، من 1,500,000,000 حق 2015 و1,500,000,000 حق 2016. بانخفاض اسعار النفط من 60 دولار الى اقل من 30 دولار فان العجز قد يتجاوز 5 مليارات دينار للعام. يعني هاي بتبين المساله اللي صار في 2016. لان كل اجراءات التعويض الحقيقه اللي الحكومه اتبعتها لحد الان مثل زيادة الرسوم، توجيه الدعم أو إعادة توجيه الدعم، تأثيرها محدود على الميزانية، يعني تجيب لك مليون مني، مليونين من الناس، أنت بالطريقة دي في الموضوع، هذه كلها ما ممكن يوصل ل 5 مليار دينار عشان أشخاص يتعودوا. الدليل على ذلك، الدليل أنه ممكن يعودون الموضوع، أنه خلال الفترة نفس الفترة دي 2014 من بعد 2014 لليوم تم رفع سقف الدين العام اولا الى 7 مليار دينار، هي اول رفع وتتابع في هذا الموضوع، ثم رفع الدين العام مره ثانيه الى 10 مليار. وكانت كل التوقعات الحكومه ما عندها علاج للموضوع الا بالاستدامه الاقتراض، فلذلك رفعوه ل 7 مليار كفر لا بعد محتاجين الموضوع ما يكفي، فقاموا رفعوه الى 10 مليار. وهذا كان يعطون انطباع من البدايه ان اطرحنا ما عندنا حل الا بالاستدين والاستدين والاستدين، ما عندنا علاج لهذه الازمه الا بالاستدامه. الدول الثانيه تفكر في علاجات مختلفه، احنا ما عندنا الا هذا الموضوع. وهي كلام حقيقه مو من عندي، قالوا الجرمانيه في مجلس اللغه اكثر من مره، قال ان احنا محتاجين نستدين لتسديد عجز الميزانيه، محتاجين نستدين لكي نسدد الدين وفوائده. قال لكي نسدد الدين وفوائده. فمعناته وفعلا الان اللي هم احنا ماشيين عليه، الدوله والحكومه ماشيه عليه، انه يسدد الدين بالدين. تستدين اليوم وتسدد الدين امس،
عضو تستدين باكر تسدد من اليوم الموضوع. فاصبحت الموضوع ماشي في قصه الابي لحد اللي احد اليوم وصلنا الى وضع حسب اعلان وزاره الماليه ان فوائد الدين العام والاقساط السنويه قد بلغت 1,402,000,000 فوائد والاقساط السنويه اصبحت 1,402,000,000. الأبعد من ذي أن القسط اليومي للدين العام، القسط اليومي يوميا تدفعه الحكومة حق الجهات الاستدارة من أجلتنا هو 1,200,000,000 يوميا تدفعه الحكومة اليوم عشان تسدد القسط الدين العام. مليار و348 مليون
يعني 705 ارتفاع الى 1300 في سنه واحده بين 2008 و 2009 بزياده 649 مليون. علما بان العجز في ميزانيه 2009 احنا بدينا نحقق عجز في 2009 العجز كان 446 مليون دينار فقط. 446 مليون دينار فقط كان العجز وهم مثل ما قلت حدود المليار تقريبا زينون الدينار. حقيقه هذا المليار بس يعني عادي ضد الدين العام يرتفع تقريبا كل سنه مليار، كل سنه مليار. هذا بغض النظر عن العجز فيه وفي عجز العجز 200 العجز 400 30 دينار 30 مليون يوم. المهم تقريبا كل سنه يرتفع الدين العام مليار دينار. في فوائد حققت في الفتره من 2000 الى 2008 من 2009 طلع العجز. في من 2000 الى 2008 كانت الميزانيه حق فوائد ما كان في عجز في الدنيا في هذه الفوائد حقيقه بلغت مليار و600 مليون دينار مجموعه على المعدة طلعت مليار و600 مليون دينار على الفوائد اللي جمعتها. ولكن الفوائد ما وعيت الميزانيه. في الماضي في ميزانيه الثمانينات التسعينات كان لما يصير في فوائد كانت الحكومه تعيد الميزانيه وتاخذ تقريبا ذلك. المهم لا في ذي الفتره الفوائد اختفت. مليار و600 مليون اختفت ما دخلت. حتى وصل الدين اليوم الى حوالي 7 مليار دينار. اليوم حوالي 7 مليار دينار الدين وصل زياده مليار مليار مش حاجه عليها. السياسه الثانيه هاي واحده من السياسات الثانيه. السياسه الثانيه اللي ساهمت في وصولنا الى هذا الوقت هو الزياده المتواصله في المصروفات العامه. هذه سياسه بعد ماشي عليها الحكومه من زمان ومشير لها تحديدا في كثير من اتفاقيه المنظمات الدوليه وغيرها، دائما يشار الى ان حكومه البحرين تمشي على هذا الخط. وهو ان الزياده في المصروفات العامه المصروفات المتكرره بتعني كل سنه تزيد بغض النظر عن الايرادات. يعني انت حققت ايرادات زياده او ايراداتك انقصت هذا الموضوع مو مهم. المهم المصروفات تزيد كثير تزيد. دائما يوجد لنا طريقه لزياده المصروفات. ما في توازن يعني بين الايرادات والمصروفات. العاده يعني حتى الاشخاص العاديين حتى احنا عاديين لما انا دخلي يكون ذي السنه ذي الشهر 100 دينار اوافق بين مصروفاتي وبين دخلي يعني توت يعني اقل ازيد شوي. لكن الحكومه ما تقدر في جهه المصروفات في جهه ثانيه في هذا الموضوع. فالمصروفات تزيد بشكل دائم. طبعا زياده المصروفات الزايده هذه كلها تخلي الالتزامات اللي على الحكومه هي حقيقه زي توجد العجز بشكل دائم. مثل ما قلت سياسه زياده المصروفات صارت دائمه. كان النية مبيتة يعني لما تزيد المصروفات بشكل دائم بغض النظر عن الإيرادات كانت النية مبيتة أن تتحقق عجز. وأنت أنت لما تحقق العجز لك هدف تحقيق العجز. تحقق عجز طبعا عشان شنو؟ عشان تقول أنا قاصدين. وإلا إذا ما تخلي الناس تدين عشان أسدد العجز معناته أنا ما بدفع كذا ما بدفع كذا وأنت التهديدات اللي دائما تقال في مجلس النواب ما بصير ما اعطيكم على كذا ما بصير لكم كذا الى اخره اذا ما تخلونا الناس تدين. فكان الاستدانه صارت بعد هدف استدين هدف واسوي عجز هدف وازيد المصروفات هدف. السياسه الثالثه اللي اتبعتها الحكومه هو تفتيت المصروفات وتوزيعها. يعني زياده المصروفات عشان تبين المصروفات زيادتها الطبيعيه فشو اسمه تفتيت المصروفات. يعني على اكبر عدد من الجهات، يعني في وزاره مثلا واحده يعني بس اعطيكم مثلا تقول اذا ما تعطي ميزانيه حق الوزاره الواحده تحط ثلاث جهات في هذه الوزاره، كل قسم من هذه الوزاره له ميزانيه.
فما يبين انه هي ميزانيه الزرع مبلغ كبير في هذا الموضوع. يعني هل اذا اخذنا مثلا وزاره الاعلام، في عندنا وزاره الاعلام، في عندنا هيئه شؤون الاعلام، في عندنا هيئه شؤون العليا للاعلام، في واحد صار الهيئه دي اجتمع اجتماع واحد ولا حد لا تحت السكرتيريه ما انتخبوا هذه من كم سنه كان صار حط عليها الشيخ عبد الله بن حمد رئيس واعضائها قالوا الاجتماع اجتماع واحد طلع ما اجتمعنا. هذه لها مخصصه ميزانيه، لها ميزانيه خاصه ميزانيه الدوله المذكره تنزل بشكل دائم وين تروح هذه الميزانيه، لا تجتمع لا تسوي شيء بس يعني لكن موجوده. ف يعني كان بامكانهم هم يحطون كلها في ميزانيه واحده. تروح مثلا حق وين؟ وزاره الطاقه، مثلا وزاره الطاقه تحت وزاره الطاقه هيئه الكهرباء والماء، هيئه النفط والغاز، بعرف شنو يعني في كذا 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 جهه موجوده كلها داخل وزاره الطاقه في هذا الموضوع، ولكن كلها موزع عليها الميزانيه كلها. تروح مثلا حق وزاره العدل على سبيل المثال، وزارة في ميزانية الميزانية العامة وزارة العدل بين قوسين شؤون الإسلامية، ميزانية ثانية وزارة العدل بين قوسين شؤون العدل، وعندك عندنا ميزانية ثالثة هذا شو يسمونه الأوقاف التحضيرية، ميزانية رابعة الأوقاف السنية، ميزانية رابعة مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ميزانية مدري شنو مدري شنو الشؤون الإسلامية موزعة هي كلها وزارة العدل الشؤون الإسلامية. فهذا تفتيت حق المصروفات عشان لو جاء واحد يعني يقول له تعرف معليش تسوي لي كذا؟ قال لا عندنا احنا هذا الشيء يعني ما حتى ميزانيه ما تدفع له يعني حق لو حبكم يرجع الميزانيه ترجع. يعني هذا الكلام اللي انا اقوله التفتيش ينطبق عليه حوالي تقريبا فوق ال 20 جهه الدوله كلها مسدده بهالطريقه. وزاره الشباب والرياضه اللي قاعد نشوفها هي وزاره الشباب والرياضه المؤسسه في وزاره الشباب والرياضه في المؤسسه العامه للشباب والرياضه في الامانه العامه للمجلس الاعلى للشباب والرياضه وهي الامانه العامه ميزانيه اكبر من كلهم امانه عامه يعني في كم موظف بعدين في اللجنه الاولمبيه بعدين في نادي راشد الفوزي يوسف الطفيلي كلها كل واحد ميزانيه مو حق الدوله مو كله تحت وزارة الشباب والرياضة، أنا توقعت إذا سووا وزارة الشباب والرياضة يضمون كله ولا أما الحاجة المطلوبين في بيت في بناية واحدة، أما الناشئين في بناية واحدة موجودة في السيف يقال إنه بناية الشارع 4300 دينار، هذه الميزانية حتى التوقف قادرين كل واحدة معطينا مطابق في وزارة الشباب والرياضة. السياسة الرابعة هو تضخيم المصروفات. في تخفيف المصروفات هي تضخيم المصروفات بالمبالغه في مبالغ مثلا الدعم المباشر، الدعم غير المباشر عندنا. دعم المشتقات النفطيه، دعم المشتقات النفطيه من بينها البنزين اللي تكلمنا عنه اكثر من مره. وزير الماليه وعقب وزير الطاقه كان يقول انه هذا الدعم غير فعلي. دعم بغير فعل هو يعتبر الفرق بين السعر اللي يبيع في الداخل وبين السعر اللي يباع في العالم هذا العالم تروح تدور بين العالم شوي كل دوله عندها اسعار مفتوحه الدول ما تنتج النفط هذه الدول تحط ضرائب على النفط فيها لكن هو يقول فرق بين زي تعال معي كم السعر احنا عندنا المحلي اللي عندهم حطينا على الدعم على اساس يمشي مع العالم. كم سعر اليوم كل الاسئله اللي وجهت لمجلس النواب لوزير الماليه ووزير الطاقه عن كم السعر كم احنا ننتج المشتقات النفطيه في مصفات بعد كم يكلف انتاج هذا الموضوع؟ كم مثلا الديزل يطلع علينا؟ كم يكلف الديزل على اساس انا على دعم او حتى ما في حد يجاوب لحد الان عن القصه انه احنا بس في فرق بينهم
قال انا امس في التلفزيون يقولون لي احنا يعني كل دول الخليج اصلا شارك الدعم على المشتقات المصريه وتباع اكثر. قال لي هو صحيح. تعالوا مثلا حق الاماره على سبيل المثال لما الحين يعتبرون الاماره سوت دراسه في ذي الموضوع قالت معدل دعم المواطن في الامارات ايش كثر؟ عضو قالوا معدل صرف المواطن على المشتقات النفطية والبنزين بالضبط ايش كثر بالضبط؟ والمواطن كم سيارة تقريبا عنده؟ حسب هذه كلها الموضوع وتالي قالوا ألغوا الدعم على مثلا البنزين على سبيل المثال والديزل وغيرها وسووه على النظام العالمي. شلون النظام العالمي؟ النظام العالمي يوميا غير السعر لأن هناك اليوم سعر البترول مثل ما قلت مثلا 30 او 28 راح يتاثر السعر يا ينزل يا يطلع يا ينزل يطلع سعر البنزين على طول سعر الكرام الموضوع. فالامارات اليوم سويت نفس النظام الان الامارات كل شهر يطلع بيان او اعلان بالسعر الجديد حق الشهر اللي يعرفه يعني تشوفون في كل شهر كم معدل السعر صار. هذا المعدل السعر البنزين مثلا يوضع حق الشهر اللي عقبه، فالشهر اللي عقبه كله يعتمد على معدل الشهر اللي قبله، في نهاية الشهر الثاني يقومون يزيدون أو يعدلون السعر في ينزل أو يطلع، هذا هو السعر العالمي اللي نتكلم عليه في القصة، لكن احنا اليوم 60% زيادة على البنزين، ليش؟ 60% على أي أساس؟ نعرف في الموضوع ما في، يعني هاي مثلا مثلا الكويت على سبيل المثال. الكويت البنزين عندهم اقل من عندنا في البحرين. انا كنت في الكويت اسبوع الماضي. الكويت قالوا احنا بنلغي الدعم على البنزين. بنلغي الدعم على البنزين. سووا نفس الدراسه. جابوا جهات عالميه سوت لهم نفس الدراسه في هذا الموضوع. عرفوا المواطن قسموا الكويتيين الى اربع فئات. الشعب الكويتي قسموا الى اربع فئات. طلع عندهم فئة ذوي الدخل محدود تساوي 12% من مجموع السكان. 12% من مجموع السكان. شنو ذوي الدخل المحدود في الكويت؟ اللي معاشه اللي راتبه من دينار الى 1500 دينار. كل واحد راتبه من دينار الى 1500 دينار هذا يدخل في ذوي الدخل المحدود. 12% من ذوي الدخل المحدود اتخذت الحكومه قرار بان تزيد من رواتبهم الشهريه رواتب الجميع بين 300 و 500 دينار. كل واحد تعطونه بين 300 و 500 دينار. انا اعتقد على استهلاكه او على السيارات اللي عنده وشغله. فهذا الموضوع اتخذ القرار ولكن طبعا لازم يعاقب على مجلس الامه. عشان تاخذ موافقه قبل يعاقب على مجلس الامه قبل يعاقب على مجلس الامه اللي حدث شنو؟ في اثنين من النواب طلعوا خبر او تصريح قالوا في الحكومه راحت جابت وسوت وحسبت شنو وهذه واحنا وين؟ احنا ما لنا وجود في الموضوع. اذا قدم الموضوع لمجلس الامه احنا بنستلم وزير الماليه اللي هو وزير النقد والوكاله. كما بنستلم في الكويت معناته بيطيح الوزير. فقامت الحكومه تراجعت اجتمع مجلس الوزراء واتخذ قرار بتاجيل تنفيذ الغاء الدعم على المشتقات النفطيه 6 شهور قادمه. يعني اجلوها 6 اشهر وقالوا خليه يدش في الميزانيه القادمه لما يدخل في الميزانيه القادمه على الميزانيه تبعت على مجلس الامه ويوافق عليه مجلس الامه بروحه واحنا خلاص احنا بنشيل الدعم ولا لا؟ خلوا وزيرنا محله نشيله في الموضوع. فهذا الحدث في الكويت اول شيء الموضوع مبني على دراسه. طبعا في فئه ثانيه اللي هي الرفاه من الدخل المحدود هذه الفئه قالوا بعد ننظر في عمليه المبلغ اللي بنعطيه يعني قد يعطون 200 دينار ما اثر يعني هذا الحكي اللي حدث في دولتين خليجيتين احنا ليه؟ مجلس الوزراء اتخذ قرار اليوم ثاني يتنفذ الموضوع وعلى كيف يعني اللي يقدر واللي ما يقدر واللي يحتاج واللي ما يحتاج يعني كل التغييرات في التصريحات قالوها الوزراء من ذاك اليوم لليوم الحين ما في ما قالوا يدافعون عن الموضوع كل اللي قالوه قالوا اعتبروا مثل ما قلت هاي كل اللي قالوه
السياسة الخامسة، أنا عارف السياسة الخامسة هو إخفاء أو التقليل من الإرادات الداخلية، إخفاء أو التقليل من الإرادات بهدف استغلالها في مجالات أخرى وتعمد إحداث العجز في الميزانية وتدمير الاقتراض. شو يصير الإخفاء؟ مثلا إيرادات الكهرباء والماء اللي احنا ندفعها، اللي شركات تدفعها، اللي الحكومة تدفعها، اللي الكل يدفعها يعني مستهلكين، هذه غير موجودة في الميزانية، لا يدخل الميزانية. الدعم الخليجي، احنا عندنا يفترض يدخلون لنا في دولة من الدول الأربع مليار دولار لمدة 10 سنوات، وطبعا نقطة ما ندفع عليها الحين، عندنا 750 المهم هذا المبلغ لا يدخل، وهم يقولون انه ما يدخل على اساس شكل مشروعات، لكن المشروعات فلوس والفلوس هي تحددها الحكومه، يعني الحكومه تقدر تقول حق الكويت والامارات والسعوديه ذلك احنا عندنا نسوي سياره باكثر مليون، نسوي طرق باكثر مليون، نسوي مدارس باكثر مليون، يقولون ذلك الدول كل واحده تختار وين تعطيه وتتفضل اكثر مليون سووا وابنهم بشكل ممكن، يؤدي الى شيء. ولكن الاسكان مثلا على سبيل المثال الدعم الخليجي هو اللي هو اللي هو اللي المفروض يبني قلت لك اللي يدفن بالارض، ولكن في ميزانيه الدوله محطوط 250 مليون ميزانيه الاسكان، ميزانيه البناء ما ادري شو اسمه، في حين الخليجيين مفروض بس محطوطه في الميزانيه، عقب عاد ما حد يسال هاي وين صفت ال 250 مليون، هاي النوع من المجال عندنا. بعدين ايرادات الاسكان احنا مو ندفع الاقساط مالتنا عند اللي عنده بيت ولا عنده كار اللي عنده ما ادري شنو ولا ذاك الموضوع كله بميزانيه الدوله ما في شيء ايرادات الاسكان. مثل ما قلت في عمليه خلط بين دخل بين حقل البحرين وبين دخل المصفاه اللي هو المصفاه في خلط من سنوات طويلة من حوالي 2002 و2003 وزارة المالية لا تقول هذا الجانب يدخل ولا تقول هذا الجانب يدخل في ذي الموضوع. وفي كذا مرة سئل وزير المالية هل فصلهم عن الموضوع؟ ما في فصل. الألعاب اللي انهم ماخذين الثنتين ومدخلهم في حساب وزارة المالية ودول الرقابة يقول لهم كل سنة يا جماعة شيلوهم من وزارة المالية وسموه حساب خاص بهم، حساب بابكو. حقل البحرين مسؤول عن بابكو وال طبعا الاول الحين على طول طويل. والمصفاه مسؤول عن بابكو، مسؤول عن وزارة المالية تحت لا ما كان هذا الفصل الخاص به من انت غلفه بحيث انك ما تشوف كم وين يروح. السياسة الثالثة والأخيرة هي تضخيم المصروفات وتمديد المال العام بإنشاء الكثير من الهيئات وتعيين الكثير من رتبة وزير. أنا متعين معلش كيف في هيئات؟ كل يوم تزال هيئة والهيئة دائما يحق عليك رتبة وزير هذا الموضوع، وتلاحظون انه في وزارة تحت هيئات كل ساعة ما قلت عليها مثلا وزارة الطاقة تحت هيئة الكهرباء والماء، هيئة النفط والغاز، هي وزارة تحت هيئات الموضوع. فعندنا كثير من الهيئات وعندنا كثير من الأشخاص رتبة وزير. في محاضرة حق عضو مجلس الشورى عمر فارق قال إنه في البحرين اليوم في 73 مسؤول رتبة وزير. فعندنا حسب اللي قال 73 أنا أعتقد أكثر. أنا أعتقد أن هذا أكثر من 3 سنين. لما قالوا بيسوون لنا الوزارة المصغرة استانسنا على أن الوزارة هي بدل ما تصير 23 وزير ولا شنو بتصير باكر 5 ساعات 14 مثل ما كان في 73. وما سووا طبعا طلعوا من رسم الوزارة. لكن أعطوهم وظائف ثانية رتبة وزير مكان ثاني. يعني سوي هذا الجبل الكعبي الى اخر الجمعه الاخرى كلهم عندهم مكان انا اعطيهم مركز وزير ما سويت شيء يعني في الموضوع في الاخير.
تقرا المستشارين ايضا، ودليل انه بعد ما كنت وزير كان المستشار اليوم هو وزير عقب يطلع من الوزاره يصير مستشار على طول اوتوماتيكي، لا يروح مجلس الشورى عقب ما يتمللوا من مجلس الشورى يروحوا يوزعون يعطونا استشاره في المقرات بدل يعرفون. هذه السياسات حقيقه مضخمه، هاي كل السياسات اللي قلت الست هذه كلها هي مضخمه للديون، مبدله للمال العام والمضيعه للايرادات العامه. هي التي عملت بشكل تراكمي على ان يصلنا الى هذا الوضع القريب من الافلاس. هذا الكلام قال جمال فخر قبل فتره بسيطه، قال انه البحرين على حافه الافلاس. سمعت عليه وزير الماليه قال لا بالعكس احنا محتاطين لكل شيء، احنا عارفين من زمان ما عندنا مشكله في الموضوع. بقي ان اذكر حقيقه ان العلاج الجار والحقيقي هو بالعودة إلى ما جاء في الرؤية 2030. هذه الرؤية اللي صارت الرؤية يا جماعة صارت مثل في 2008 سووها 2008 ولا 2008 كان في أزمة. هم سووها الرؤية دلوقتي على أساس تكون إنقاذ للاقتصاد الموضوع. طبعا هذه الحقيقة الرؤية شبه بس في مقدمة بس مالتها بعطيكم إياها على أساس ليش انا اقول الرؤيه. تطمح مملكه البحرين هي مقدمه الرؤيه في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروه النفطيه الى اقتصاد منتج قادم على المنافسه عالميا. ترسم الحكومه معالم حكومه ترسم معالم الاقتصاد ويتولى القطاع الخاص الغالب اجنده التمييز بشكل يوسع الطبقه الوسطى من المواطنين الذين ينعمون بمستويات معيشيه عاليه من جراء زياده معدلات الانتاجيه والوظائف ذات الاجور العاليه. يعني 250 دينار. اي التخلي عن الاعتماد على النفط بنسبه 85%. لما نروح عليها على تفاصيل الرؤيه، الرؤيه تقول العكس ان يجب علينا المحطه الاستراتيجيه الاقتصاديه الاستراتيجيه الاقتصاديه كانت من 2009 ل 2014 شنو حطوا فيها؟ التخلي عن النفط بدل ما يكون 85% نفط الدخل والايرادات يصير 85% ايرادات غير نفطيه ويصير النفط 15%. تقول احنا نحن المسائل اللي يكتبونها. فهذه الحقيقه الدرس الاستراتيجيه انتهت من خلال والرؤيه طبعا بعد ما ينفع فيه كم سنه باقي 2020 للرؤيه، ولكن لم يطبق شيء من هذا الموضوع. اشكركم على حسن